موجز الاخبار من قناة المحور اهلا بكم افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام 2023 المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعقد بمشاركة دولية واقليمية واسعة تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وبحث مستقبل عملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة ودعا الرئيس السيسي إلى توفير الحماية الدولية إلى المدنيين الأبرياء ووقف ترويعهم واستهدافهم محزل من أزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة، ومن محاولات التهجير القسري بممارسات ترفضها مصر والعالم والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، وأكد الرئيس السيسي أن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية. يتعرض لها مليونان ونصف المليون انسان فلسطيني في قطاع غزه وفي سياق متصل وصلت شاحنات المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح حيث نجحت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح وكانت الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة وسائق الشاحنات يأتي ذلك في ظل الجهود المصرية الحسيسة للوصول لسبل الحل الإيجابي للقضية الفلسطينية وتزامنا مع اقامه فعاليات قمه القاهره للسلام بالعاصمه الاداريه الجديده لبحث سبل التفاوض اليوم وسط لفيف من قيادات دول العالم الكبرى تنتهي الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي اليوم من فحص طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 لمقدميها الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة وكانت الهيئة قد أعلنت الخميس الماضي عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابيه تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف برنامج الطروحات الذي اعلنت عنه الحكومه وكذلك مناقشه تطورات برنامج الاصلاحات الهيكليه وكذلك موقف توفير الموارد اللازمه لاستيراد السلع الاساسيه ولا سيما السلع الاستراتيجيه مثل القمح والمواد البتروليه وكذلك السلع المحدده بمبادره تخفيض الاسعار جاء ذلك خلال رئاسه اجتماع مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه الدكتور هاله السعيد لمتابعه عدد من الملفات وتناول الاجتماع موقف برنامج الطروحات الحكوميه حيث تم استعراض الشركات التي من المقرر ان تتخارج الدوله منها خلال الاشهر المقبله وكذلك الاليات التي تم التوافق عليها بالتنسيق بين الحكومه والبنك المركزي لتنفيذ ذلك البرنامج الذي يعد محورا رئيسيا ضمن وثيقه سياسه ملكيه الدوله.